السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الجودو من البرامج الفيزيائية الجميلة للشرح. خلينا مثلا نحط مثلا قاعدة بالشكل دوت، وطبعا ممكن نعمل سيلكت عليها وننسخها بالشكل دوت، وممكن نبدأ نحط مثلا قاعدة ثانية أو حاجة مثلا زي كده. تمام. طيب في ممكن مثلا ناخد جزء معين من الشكل دوت أهو، وهنلغي الجزء دوت، وخلينا نعمل جزء كبير بالشكل دوت اهو، وهنغير الماتيريال بتاعته ونخليها مثلا ووتر بالشكل دوت. تمام. نقول له شغل، المية هتنزل تطرطش بالشكل دوت وتملى الجزء دوت. طيب خلينا نحط مادة ثانية بالشكل دوت، هتنزل بالشكل دوت. طب خلينا نعمل سيلكت على المادة دي ونلغيها ونوقف، هنحط نختار مادة كده بالشكل دوت. تمام. طيب المادة ديت ممكن نختار مثلا منها نخليها ايه، مثلا ممكن نخليها مثلا ايس، وممكن الايس ده نبدأ نقطع فيها بالشكل دوت. واقول له شغل، طبعا التلج اهوت. طيب ممكن مثلا نوقف نختار مثلا ترس بالشكل دوت. تمام. وخلينا مثلا ناخد جزء زي كده، اي شوف بقى المايه هتعمل ازاي مع الترس، بتحركه ازاي، فبيعمل دراسة. وكل الحاجات دي طبعا تقدر تشوفها، تشوف الفورس بتاعتها قد ايه، تشوف الفلوسيتي بتاعتها قد ايه، الانجل الفاليو، كل المعلومات الهندسية حسب ما انت عايز تقدر تشوف المعلومات. ممكن نختار مثلا عنصر معين زي ده كده، وخلينا نثبته، انا لسه مثبتوش، نقول له اعمل تراجع. تمام. احنا كده تراجعنا، وخلينا نعمل تراجع على الكسر اللي احنا عملناه دوت. خلينا مثلا نعمل شكل اهوت. تمام. الشكل دوت تقدر تغير الماتيريال بتاعته زي ما انت عايز، ممكن تقول له من الماتيريال هنا تقول له الشكل دوت عايزه كيلر. تمام. وخلينا نثبته اهو، واحدة هنا واحدة هنا. تمام. اي عنصر هيلمسه هيبدأ يختفي. خلينا مثلا نختار مثلا دورية بالشكل دوت ونقول له شغل، لاحظ اول ملامس دوت اتعمل له كيلر واتلغى تماما.